السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم إخوتي اليوم في درس جديد، وهو طريقة الرسم إيزومتريك بواسطة برنامج الأوتوكاد. نبدأ على بركة الله، نذهب إلى الأمر أكروشاج، نضغط كليك يمين ثم الأمر بارامتر، ثم نختار الأمر أكروشاج، بعده نختار أكروشاج إيزومتريك، نوافق. نلاحظ تغير شكل المؤشر إلى هذا الشكل. نقوم برسم مكعب، نلاحظ أنه إذا أردنا الرسم في هذا الاتجاه لا يقوم البرنامج بالرسم، لذلك نقوم بالضغط على Ctrl زائد E فيتغير إلى هذا الاتجاه، ونلاحظ تغير شكل المؤشر. نكمل الرسم. الآن أنا أريد الصعود إلى أعلى وليس الرسم في هذا الاتجاه، إذن كل ما علي هو الضغط على Ctrl E فنلاحظ تغير اتجاه الرسم. نكمل الرسم. وبهذا إخوتي الكرام نكون قد رسمنا شكل مكعب بواسطة طريقة إيزومتري. نلتقي في دروس أخرى. السلام عليكم.